السلام سلام ومرحبا بكم في قناتي اللي هي قناتكم. من بعد ما درنا الفيديو ديال المتطلبات ديال الاماراتيه، بزاف منكم صيفطوا لي ميساج وقالوا لي ميساجات وقالوا لي كيفاش نقدم عليها. انا اليوم في هذا الفيديو غادي نمشي معكم خطوه خطوه باش ان شاء الله الطلب ديالكم ما يترفضش. يلا نمشيو جميع. جوجل غادي تدخلوا غديروا Emirates Careers Cabin Crew. من بعد ملي غادي ندخلوا الاميريت جروب غادي نلقاو ريكويرمنت اللي كنا هضرنا عليها هذيك المره، ما فيها باس نعاودو نراجعوها دابا بالزربه. يكون عندك على الاقل 21 سنه وما فوق، تكون كتوصل 2 متر و 12 حافي بلا صباط، يكون عندك متر و 60 وما فوق، يكون عندك البكالوريا سواء كانت علميه ادبيه ما كيهمش، النقطه ما كتهمش، تكون كتهضر لونجلي وكتكتبها، ما يكون عندك حتى شي وشم باين، تكون كتادابتا مع الناس البلايص، وما يكون عندك حتى شي مرض لا سمح الله، واللي كيدير نظاظر حتى هما راهم مقبولين عادي. من بعد كتنزلوا لتحت كديروا ريجستر ناو. غتخرج لينا هاد لاباج هادي، غادي نديروا ليها نيكست. من بعد غطلع لينا هاد لاباج ديال لوغين، اليوزر نيم والباسورد. الناس اللي عندهم ديجا الاكاونت معاهم وبغاو يشوفوا فين وصل الملف ديالهم غايجيو يديروا ديجا ديريكت لوغين. الناس اللي جداد غادي يديروا نيو يوزر، وغادي تخرج لينا هاد الصفحه. اليوزر نيم يكون ملاصق ما يكونش لاسباس بيناتهم، والباسورد يكون على الاقل 6 ديال الكاركتر، ويكون واحد الفابي وواحد رقم. يتعاود هنايا الباسورد وتورك على ريجيستر باش تعطيك الصفحه اللي جايه. انا ديجا عندي مسجله ديجا درتها، غادي نمشي نيشان وغندخل من هنا وغندير لوغين. غادي نخرجوا في هذه الصفحه هذه، كتعطيك لي زيتاب اللي غادي ندوزوا منها اللي هما هادو. هاد لي زيتاب هادو غنبداو بالبيرسونال انفورميشن. غادي ندخلو الفيرست نيم صوفيا، لاست نيم خليوي، الايميل ديرو كازا ماروك، كوم الكونتري غنديرو موروكو ديال 212، و نيميرو دو تيليفون. كونتري هنايا غادي نديرو موروكو، هادي ستيت كازابلانكا، و الريجيون كازابلانكا، سيتي كازابلانكا، date of birth غادي نديرو اللي عنده دابا 21 عام الفوق نديرو 2000، nationality Moroccan. وهنا بالنسبه للناس اللي كانوا خدامين وباغين يرجعوا غادي يحطوا الستاف نمبر نيميرو ديالو، غادي يكونوا عارفين علاش كنهضر. الناس اللي جداد غادي يحطوا ان اي، وهذه ما كتعمرش. الا كنتو متاكدين من هادشي غادي تدوزوا سيف اند كونتينيو، الا كنتو ما متاكديش غادي تسيفيوها ومن بعد تعاودوا تراجعوا شنو، ولا درتوا شي خطا كيقولها لكم. سيف اند كونتينيو. سالينا المرحله الاولى، دابا وغادي ندوزوا للمرحله الثانيه اللي هي المرحله ديال الجد. علاش؟ بحيت كنحطوا تصاور وكنبداو نبينوا راسنا، كنحطوا التصاور اللي خاصهم يكونوا بروفيسيونيل، وكنحطوا السيفي خاص يكون حتى هو بروفيسيونيل. في الاخر ديال هذه الحلقه غادي نوريكم كيفاش خاصهم يكونوا التصاور والسيفي. كتجي هنايا هنا ثلاثه الحاجات غادي ندخلوهم، غادي ندخلو السيفي وغادي ندخلو جوج تصاور. تصويره واحده غادي تكون باسبورت سايز، والتصويره الثانيه غادي تكون فول سايز. غنجيو هنا غادي نكتبو ماي سي في، تشوز فايل، نفضل نكتبو بحال هكا صوفيا سي في، شي حاجه هكا تبان بروفيسيونيل، ونديرو ليها اتاش. من بعد غادي تجي هنايا غادي تلقاها
هنايا دخلات. بعض المرات الا ما دخلش لكم السي في ولا ما دخلش لكم تصاور ولا شي حاجه، راه كيكون الفورما كيكون كبير، خاصكم تصغروا شويه باش يدوز. غنجيو عاوتاني هنا غادي نكتبوا باسبورت سايز فوتو، تشوز فايل، غادي نختاروا التصويره ماشي هادي. دابا نوريكم من بعد شنو غادي ديروا، هادي غير مثال. ابلود اتاش، كتجيكم التصويره هنايا لتحت حتى هي. من بعد التصويره الثانيه غادي تكون فول سايز فوتو، اي حاجه كتبوا عليها باش يعرفوا هما شنو هي هادي من هادي. تشوز فايل ماشي هادي. من بعد كنديروا اتاش وكندخلوهم كاملين. غنهضروا على التصاور مزيان من بعد، لحقيتاش مهمين. هذه هي الصوره الاولى اللي كتبينوا ليهم، هما لي فوتو ديالكم. كنتو متاكدين من هذا الشيء سيف اند كونتينيو، ما كنتوش متاكدين سيف ومن بعد تجيبوا التصاور اللي هما غادي اللي غادي يبغيو. سيف اند كونتينيو. دزنا دابا جوج مراحل ساهلين ماهلين. من بعد ديكلاريشن، هاد ديكلاراسيون كتقرا هادشي شنو مكتوب وشنو كاين، بحال قلتي كتسني على شي حاجه. كتجي هنايا كتكتب فول نيم، كتكتب خليوي من الاحسن الفيرست ليتر يكون بالكابيتال. خليوي صوفيا، وهنا الايميل ادريس اللي كتبنا قبيله كازا ماروك. من بعد كتوركو على سيف اند كونتينيو. دابا خرجت لينا هاد لاباج فين غادي نديرو سبميت. تاكدوا من المعلومات كامله، الا كان شي حاجه خاطئه نمشيو للاديت ونأديتو هذيك الحاجة. تأكدوا بلا سيفي تصاور كل شيء كاين، كاينين حمرين بحال هكاك باينين. من بعد غادي تمشيو وديروا على بركة الله السبميت. من بعد ما عمرتوا المعلومات ديالكم ماشي ديالي، كتخرج لينا هاد الصفحه هذه فيها ابليكيشن ريسيفت، معناتها هما توصلوا بالابليكيشن وغادي يصيفطوا لكم تا ايميل. شنو غادي يجي من بعد؟ غادي تسنى واحد المده اللي هي 6 اسابيع باش يقولوا لكم فين غادي يكون الانترفيو الى الابليكاسيون ديالكم تقبلات اونلاين. من بعد هذيك الابليكيشن ريسيفت غتبقاو حاضينها بحيث كتبقى تبدل تتوصلوا معاهم لدبي. سالينا عملنا لابليكاسيون دابا تسالات، دابا غادي نجيو كيف ما قلت لكم قبيله على موضوع التصاور. موضوع التصاور مهمين بزاف بزاف، حيت هما الاول حاجه غادي يشوفوها هي التصويره، فخاصنا نثيروا انتباههم بهذيك التصويره. اول حاجه غادي نبداو بالمكياج. المكياج يكون خفيف ظريف، ما يكونش هذاك المكياج اللي معيق اراك من بعيد، يكون مكياج خفيف زوين ظريف. نزيو للشعر. الشعر خاصو يكون مجموع كله اللور، ما تكونش خارجه شي زغبه من هنا من هنا، لي بات حتى شي حاجه، يكون كله مجموع اللور. الضحكه، الضحكه في التصويره ما تكونش هذيك الضحكه صفرة، نديرو ضحكة زوينة اللي خارجة من القلب باينة فيها بلا راك فرحانة. ندوزو دابا للتصويرة اللي غادي تكون طويلة. كيف ما كتشوفوا دابا يكونوا الايدين كيف ما شفتوا في التصويرة، ما نقدرش نشرحها ولكن كيف ما كتبان لكم. الطالون يكون الصباط ديال الطالون ويكون باين، ومن الاحسن كيف ما كتشوفوا الالوان يكونوا هاد الالوان هادو، يعني يكون الصباط كحال، القميجة بيضة والجاكيطه والصايه تكون فايته الركبه، يكونوا حتى هما لوينات بلو نوي كحال، ما يكونش لون اللي هو فاقع. والتصويره اهم حاجه ما تكونش فلتر، ما تحطوش لهم صغيره فلتر، لانه دابا الايام مع الفلترات الفلترات هما اللي خدامين، وما غادي يبغوا تصويره عاديه استوديو عند مصور صوروها عليهم وصيفطوها عليهم. جاكيطه، جاكيطه ما خصهاش تكون واسعه واسعه بزاف، وما خصهاش تكون ضيقه ضيقه بزاف، تكون قدك. وضروري ما تلبسوا لي با في التصويره حتى هي، واخا ما كتبانش غادي تلبسوا لي با.
الا كنتي لابسه في اللون ديال الجسم ديالك، الا كنتي سمراء غتلبسيها سمراء، والا كنتي بيضاء غادي تلبسيها بيضاء. لي زاكسيسوار ما غاديش نلبسو حتى شي اكسسوار، حتى شي حاجه، لا طوانك لا سنسله لا مكانه لا خاتم، وتنظر ما غاديش ديرهم في التصويره. دابا سالينا مع البنات، دوزوا الاولاد. بالنسبه للرجال، الرجال تقريبا داكشي كله اللي هضرنا فيه من قبل، الصباط يكون باين، لون كوستيم ما يكونش احمر صفر خضر مزوهق، يكون لون متيول، الضحكه تكون خارجه من القلب، لي زاكسيسوار ما يكونوش محطوطين، لا ساعه لا خاتم لا سنسله لا حتى شي حاجه. عندكم شي اختلافات اللي هي بسيطه، منها الشعر، الشعر خاصو يكون نقي باين، ماشي نقي مصغ نقي، بحيث ما تكونوش دايرين له هذيك الخط اللي كيديروا هنايا ولا تشويكه ولا شي حاجه، يكون متول باين متول. اللحيه ما تكونش، تكون محسنه، والجاكيطه تكون مسدوده كلها صدايف. سالينا مع هادشي ديال التصاور، دابا غادي ندوزو للسيفي. السيفي هاد الايام كيف ما كتشوفوا ملي كنجيو نديرو السيفي، ولو سيفيات مختلفين على كي كانوا، ولو سيفيات بزاف ماشي كيما شحال هذيك كنا كنديرو تصويره وطان طان طان طان، دابا خاص داكشي سيروا للسيبر وديروا احسن سيفي اللي تقدروا تحلوا ليهم عينيهم بهم، سواء عندك اكسبيريونس ولا ما عندكش اكسبيريونس، اهم حاجه يكون الطريقه كيف نتيا مصيبه السيفي او نتايا. سالينا هاد الحلقة، شكرا بزاف بزاف، لبيت لكم الطلب وغادي نزيد نلبي لكم طلبات بزاف. كتبوا لي لتحت لي كومونتير شنو بغيتينو ندير لكم المرة الجاية، ان شاء الله المرة الجاية غندير لكم كيفاش غادي دوزو الانترفيو. واحسن خبر انه الاميريت اليوم حلو بالله غادي يوظفوا 3000 كابين كرو. هاد 3000 كابين كرو تقدر تكوني انتي بيناتهم وتقدر تكون انت بيناتهم. يلا I love you all.